موجة غبار كثيفة تشهدها الرياض الآن. تعرضت مدينة الرياض إلى موجة من الغبار الكثيف تطلع على أثرها مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن يمتد تأثير هذه الموجة الترابية على أنحاء واسعة من العاصمة خلال الساعات القليلة القادمة، وقد تمتد إلى عدة محافظات في منطقة الرياض. وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر اليوم تكوين السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ربنا يحفظ السعودية وأهلها.